بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدنا نتعلم كيف من نعمل creation لبروسيس جديدة باستخدام الفونكشن اللي اسمه fork. فأبسط طريقة نفهم فيها هاي البروسيس هي كالتالي: نتخيل ان عندنا مثلا كود بهذا الشكل لبروسيس معينة. البروسيس هي زي برنامج، يعني البروسيس هي البروجرام ان اكسكيوشن، البرنامج هذا هو في عملية التنفيذ، تمام. فلو كانت هاي بي 1 اللي اسمها بي 1 كانت فيها سم كود لاين 3 4 لاينز، تمام. احد اللاينز هاي في فانكشن اسمه مثلا فورك بي اي دي. نتعرف على هذا الفانكشن. الفانكشن اسمه فورك، وهذا الفانكشن هو فعليا بروح بيعمل لي من كل هاي البروسيس، بروح بيعمل منها بنسخها على بروسيس جديدة اسمها بي 2. لو كان مخزن فيها variables، لو كان مخزن فيها اي اشي، بنسخ جميع اشي كما هو في بي 1. فبالتالي بي 1 كلها تنتقل على بي 2 باللوكال variables بالجلوبال variables في كل شيء، من بداية هذا السطر اللي فيه فورك للآخر. فبالتالي بنسخ جميع هاي الأشياء وبيجي بعطيها لبروسيس 2، بالإضافة طبعا لأي متغيرات كانت معرفة من قبل. أوكي، طب شو راح يختلف بين بي 1 وبي 2؟ بما أن كل الفاريبلز نفسها، كل إشي نفس بعض. طبعا هاي لو بكلها زي اي دي، اسمها بروسيس اي دي مثلا 1 2 3 4، هاي مثلا بتكون هالبروسيس اي دي جديدة، و 2 3 5 كل واحدة بيكون لها بروسيس اي دي. الفرق الوحيد بين هاي البروسيس بي 1 وبي 2 هو فعليا قيمة الاشي اللي بيرجع من الفورك. لما هذا الكود راح يتنفذ راح يبلش من هذا السطر، فبضل سطرين. في هذول السطرين لو اطلعنا على المتغير اللي اسمه بي اي دي، في حالتنا بنقدر طبعا نسميه اي اسم. لو نطلع على البي اي دي من لكي في البيرنت في بي 1، هو البي اي البروسيس اي دي اوف تشايلد. طبعا هذا اسمه بيرنت وهذا اسمه تشايلد. فمنلاقي قيمة البي اي دي في بي 1، بي اي دي ان بي 1 هي البروسيس اي دي للتشايلد، فبالتالي بتكون وتساوي في هالحالة 1 2 3 5. طيب البي اي دي ان بي 2 اللي هو في التشايلد نفسه بتكون قيمتها دائما 0. فبالتالي هاي الفرق بين بي 1 وبي 2 كمتغيرات. فبالتالي اذا بدي اعرف اني انا في الكود تاعي، هو بكون عاده كود واحد راح يخلق التو بروسيسز، هلا بفرجيكم اياه. بس اذا بدي اعرف اني حاليا في بروسيس بي 1 ولا بي 2، هو فعليا بس من قيمه الاشي اللي رجع الفورك اللي هو مخزن في بي اي دي. وعاده البي اي دي هاي بتكونش من نوع انتجر، بتكون من نوع شيء اسمه بي اي دي تي، هو زي داتا تايب خاص عشان يحمل البروسيس اي دي. البروسيس اي دي لونها دائما 32 بت، كان بتحملها في الانتجر، بس عاده مرات بتكون 64 بت في بلاتفورمز معينه واوبريتنج سيستم معينه. فبالتالي اذا بدنا نضمن ان 100% يشتغل الاشي، لازم نحمل البروسيس اي دي بالداتا تايب اسمها بي اي دي تي. فهلا بعد ما فهمنا هاي النقطه، لازم نروح نشوف كود ونحاول نتبع هذا الكود ونعمل له رننج. فخلينا نروح نشوفه. فمعنى هذا الكود، هذا الكود هو تطبيق للفكره اللي كانت معنا. بس بدايه الكومنت اللي في بدايه اي كود هو بكون زي انه كيف اشغل هذا الكود من خلال الكوماند جي سي سي، بنحط اسم الفايل اللي عندنا وماينس او، بنحط الاكسكيوتابل فايل اللي راح يطلع. بعدين نيجي على التيرمينال، برضه بنحط دوت سلاش وبنحط اسم الاكسكيوتابل فايل اللي في هاي الحاله فورك. فبنستدعي اللايبريز اللي تلزمنا، stdio stdlib، وهي التو لايبريز عشان البي اي دي تي، ولو بدنا نعمل ويت. اوكي طيب، خلينا نبدا في الكود
عندي المين في معرف في متغير من نوع بي اي دي تي اللي شفناه قبل شوي اللي هو كلنا راح يحمل البروسيس اي دي. بعدها عملنا جملة الفورك هاي، حكينا بي اي دي بتساوي فورك هاي، فبالتالي من هذا السطر الجاي لآخر الكود راح يصير عندنا بدال برنامج واحد وكأنه نسختين من هذا البرنامج، تو كودز من هذا البرنامج، اثنين واحد اسمه بيرنت واحد اسمه تشايلد. هلا اثنين راح يمشوا في نفس الكود، بس كيف بدي اميز اي واحد فيهم؟ اول اشي قبل ما نميز بينهم، اذا برجع من الفورك بي اي دي اقل من زيرو بيكون في ايرور في الفورك لسبب ما، فبنطبع ايرور مسج. هلا لو كانت البي اي دي بتساوي زيرو هاي راح تكون الكونديشن ترو عند التشايلد، التشايلد راح يشوف البي اي دي بتساوي زيرو فبالتالي راح يدخل على هذا الكونديشن، والبيرنت حكينا بيشوف البي اي دي هو البي اي دي البروسيس اي دي تاعت التشايلد، فمش فراح تكون عاده اكبر من زيرو، البروسيس اي دي دائما بتكون من واحد ل اذا 32 بت ل 2 قوه 32، فبالتالي هذا البيس اوف كود راح ينفذه التشايلد وهذا البيس اوف كود راح ينفذه البيرنت من خلال هاي الاف ستيتمنت. فبالتالي التشايلد بدنا نطبع اني انا تشايلد، ومن نتعرف برضو على فانكشن جديدة اسمها جيت بي اي دي، هاي الفانكشن بترجع من نوع بي اي دي تي وبنقدر نعمله كاستنج على انتجر وبتعرض لي البروسيس اي دي لاي بروسيس شغاله، يعني البروسيس اللي حاليا نفذت هاي الفانكشن. وفي كمان فانكشن ثاني اسمها جيت بي بي اي دي، هاي الفانكشن بترجع لي البروسيس اي دي للبيرنت اذا انا تشايلد. تمام، فالتشايلد بس بدنا نطبع له هاي الستيتمنت، نطبع الاي دي تاعه البي اي دي تاعه والبي اي دي للبيرنت تاعي، وكمان البيرنت بدنا نطبع اني انا البيرنت وبدنا نطبع البي اي دي تاعتي. فبالتالي لو رحنا ننفذ هذا البرنامج راح نلاقي التالي، نروح على التيرمينال بنيجي اول شيء نعمل زي بيلد للبرنامج، فبنروح بنحط جي سي سي فورك دوت سي اسم السي فايل تاعي، وبعدين بنحط ماينس او فورك، بنلاحظ انه ما في ايرورز، بعدين بنعمل ران باستخدام الماينس الدوت باك سلاش فورك. فبالتالي شو طبع؟ طبع I'm the parent with BID 7629، وبعدها تنفذت جملة التشايلد اللي بتحكي لي اني انا التشايلد وهي رقمي والبيرنت تاعي، وهي حط البي اي دي للبيرنت، لازم هاي التو بي اي ديز تكون نفسها بطبيعة الحال. ترتيب الجملتين هاي جملتين الطباعة مش راح نضمن انه البيرنت يكون قبل التشايلد، لانه كل واحد فيهم خلص صار يعني وكأنه برنامج منفصل، فبالتالي شو انو اللي بعطيه السي بي يو تايم هو اللي راح يتنفذ اول، فمرات بعطي البيرنت مرات بعطي التشايلد، الاشي مش مضمون بالمرة، يعني ممكن نجرب اكثر من مرة، يعني مش شرط انه يتنفذ الاول، يعني في هاي الحالة زبطت لانه وان ستيتمنت، بس لو حطينا زي فور لوب بتلف كل واحد من واحد لمية راح نلاحظ انه راح يصير في اوفرلاب. تمام، هذا كل شيء في هذا الفيديو، بس عرفنا كيف نعمل بروسيس، فهمنا شو يعني فورك، وفهمنا كيف نعرف الكود تاع التشايلد والكود تاع البيرنت، وكيف اعرف شو البي اي دي تاع البيرنت وانا التشايلد. فمنتي هون، وان شاء الله نشوفكم في الفيديوز الجايه.